معكم اخوتك دايرين كلشي بخير، هاني في امان الله. بعد ما كنا في سيدي افني وكذلك الجزيره، الفيديوهات اللي من قبل كيف ما شفتوا في سيدي افني، الطريق الى سيدي افني وكذلك الجزيره، شاطئ الجزيره رائع، هاد المنطقه اللي هي زوينه. ما تنساوش تشوفوا الفيديوهات اللي من قبل. واليوم بحول الله ان شاء الله غادي بوابه الصحراء قلميم. المهم شاهدوا معنا الفيديو حتى النهايه وتشوفوا قلميم حتى هي مدينه زوينه. المهم تشوفوا هاد، سبق ليا جيت لقلميم ولكن دابا ان شاء الله غادي نديروا هاد الفيديو. هذا اول مره غادي نديروا في قلميم بحول الله. هنا الطريق كاينه ما بين سيدي افني لقلميم تقريبا شي 55 كيلومتر، شي ساعه ديال الطريق. منطقه الطريق زوينه، طريق عاديه كتمشي فيها ب 80 170، كاين فيها الفيراجات ولكن الطريق مصايبه مزيان. شوفوا معايا حتى الترونسبور كاين بالنسبه ديال سميتو. كاين هنايا الهنديه، كاينه الهنديه بزاف في الطريق دايرينها، ودليل الثمن ديالها كاين 10 كاين درهم، واخا مريضه. رغم ذلك الناس مفلحينه بزاف كثر هنايا، تقريبا دابا جاي شي 10 كيلومتر كلها هنديه. شوفوا تبارك الله، كاين اللي وقله كاين اللي مزيانه وقليل اللي هي مريضه، فهمتوا. المهم تابعوا معايا الفيديو حتى النهايه باش تشوفوا قلميم، ونشوفوا ان شاء الله كاين شي سوق تما، ونشوفوا لحم الجمل ان شاء الله لا لقيناه تما بحول الله. تحياتي لكم وشكرا على المتابعه وعلى الاعجاب، وما تنساوش البارطاج اللي عجبو هذا الفيديو هذا. وتحياتي لكم، شكرا. حنا جايين في الطريق لقلميم ولقينا الرادار، كاين الرادار يلا خرجنا بسيتي افني بشي 15 كيلومتر تقريبا ولا اكثر، شي 20 كيلومتر كاين الرادار، وزيد السرعه شويه ولكن ما قالوش ليا، وقفوني وقال لك راه جاي بسرعه، يعني حتى الامن هنايا يعني من عند مستوى مزيان الله يعمر رادار. المهم كنت نيت جاي بسرعه زايده شي شويه ماشي بزاف. المهم قال لك الوراق الفاكسان صافي، ايوا. المهم قال لك الله يسر الطريق سلامه، وقال لك سير بشويه. الناس مزيانين، الطريق راه شويه خاويه، شويه طريق طريق خاويه ولكن مزيانه زوينه كما كتشوفوا، فيها الجبال فيها الفراجات، واحد ما يفوتش 100 في السرعه 70 80 هو يحترم البلاك لان كيكون الرادار. كتلقى شي فيلاجات صغار ولكن الطريق مزيانه. خاصة هنا الجنوب خدامين على الجد، هانتوما كتشوفوا قلميم الطرقان كيفاش دايره، والطريق اللي جينا معاها ويعني وديزا لوطوروت خدامين فيها،
لاطوروت غادا العيون الداخله يمكن زعما كاينه، وكاين شي مشاريع اللي كيداروا يعني شي حاجه من داك الشيء، يعني شي مشاريع اللي ما كاينينش حتى في شي حتى في اوروبا. اي والله يكملوا يسر الامور ان شاء الله. اي كما كتشوفوا معايا كيحفروا كيصوبوا دوك الركارات هنايا في الدخله ديال بالميم. ندخلوا الخوت هنايا نينا بازار نشوفوا اتاي ونشوفوا الريحه. شايزه هذا البخور، هذا انواع ديال البخور. هادشي انواع ديال البخور، هادو انواع ديال البخور. كما كتشوفوا معايا انواع ديال اتاي، كاين هذا بالماس كيدير 140 درهم الكيلو. كاين انواع زوينين، انواع اللي ما كاينينش في الداخل كاينين هنايا، كاين 90 درهم الكيلو. كاين لاس بالماس سمارة. كاين هنا الروايح ديال الليترو تبارك الله قداش، كاين بحال هادو 70 درهم، هادو 75، الريحة بلي تروج جولد. صراحة كاين أشياء زوينة هنا ديال الصحراء، ديال الناس ديال الصحراء. تبارك الله قداش دوش فيها 70 درهم 60 درهم كاين 75 أتاي أتاي جاوا كاين هنا زوين. شحال عندي يا خويا؟ قانوني ندير معاك قانون. شحال عندي يا شحال؟ هذا الدرهم اخويا، هذا الدرهم. حمزه 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 شهر 8 الجو بارد 20 درجة. الباب كانت موجودة هنا بالمين. شوفوا هذا خوت، شوفوا عنده شي عصير. عصير القصب. شحال؟ 5 درهم. 5 درهم.
هاد بحال الفوقيه هادي شحال؟ 4800 هذا في 4801 هادو شحال؟ 10 دراهم هاد 4000 هادو اوكي تزر 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 اسعار كربوس اسعار كربوس اسعار كربوس اسعار كربوس اسعار كربوس اسعار تزر اسعار كربوس اسعار كربوس اسعار تزر ما شفتوا معايا اخوت قول ميم راه زوينه وفيها اصلاحات كما كتشوفوا يعني ولات نقيه زوينه بغينا ناكلوا اللحم ديال الجمل ولكن ما طيقناش لان ما كاينش الجمل ما لقيناش الجمل صين تيقول لك ها هو اللحم ولكن ما كاينش يعني شي جمل صين معلق باش ناخذوا منه نديروا منه الكفته وبحول الله غادي نرجعوا لسيدي افني ونتغداو سيدي افني بالحوتي ان شاء الله شكرا على المتابعه حتى النهايه وفيديو مقبل ان شاء الله تابعوا راه غادي نلو عليكم فيديوهات ان شاء الله تبارك الله عليكم السلام عليكم نشوف لك شي واحد مزيان راه هو هذا اللي في القاعده اخويا